انا هفتح الشات بس تردوا عليا. متابعيني يا حضرات؟ السلام عليكم. سامعيني؟ سامعيني يا سادة؟ طيب الشرايح واضحة قدام منكم، باينة الشرايح باينة قدام منكم، شايفينها؟ الشرايح واضحة يا حضرات؟ طيب أنا هقفل الشات عشان الجهاز ما يهنكش معايا. النهارده هنكمل مقاييس التشتت. احنا قلنا المرة اللي فاتت مقاييس التشتت 3 أنواع، في المدى وفي الانحراف المتوسط وفي التباين والانحراف المعياري. كان المدى عبارة عن الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة، وكلما زادت قيمة المدى كلما زاد التشتت أو الانتشار. واكتفينا بالمدى في حالة البيانات المفردة لو عدد قليل من القيم. المقياس الثاني اللي هو الانحراف المتوسط. الانحراف المتوسط خدناه على مرحلتين، مرة من بيانات مفردة يعني غير مبوبة، والقانون بتاعه MD معناها مين ديفيشن. الانحراف المتوسط ده عبارة عن ايه؟ سميشن. سميشن ايه بقى؟ الفرق المطلق بين اكس واكس بار تقسيم ان. في البيانات المفردة اكس هنا معناها القيم الاصلية للمفردات اللي هي 12 و15 و18، دي اسمها قيم اكس. عشان نجيب الانحراف المتوسط لازم اعرف الاكس بار. فخدنا المثال المرة اللي فاتت، ادي قيم اكس قدام منك 12 15 18 9، لازم نجيب لها اكس بار. اكس بار عبارة عن ايه؟ مجموع القيم على عددها. اكس بار سمشن اكس على ان يطلع 15. يعمل ايه بعد عشان يقيس التشتت؟ باجي على كل قيمة من قيم اكس واشيل منها اكس بار، كل قيمة من قيم اكس اشيل منها اكس بار، هيطلع مرة فروق موجبة وفروق سالبة. اهمل الاشارة، اهمل الاشارة، هتطلع كلها قيم موجبة. هات مجموعها واقسم على عدد القيم، هيطلع مجموعها من 18 فاقسم على ان يطلع التشتت 3.6. دي لما تكون بيانات مفرده. طب لما يكون توزيع تكراري، يعني في تكرارات اف جدول تكراري، المين ديفيشن قانونه سميشن اف اللي هو التكرار مضروب في الفرق المطلق بين اكس واكس بار. بعد كده بقى اسمها سميشن اف. في التوزيع التكراري اكس هنا مش معناها ما عنديش قيم اصليه، اكس هنا معناها مراكز الفئات. اكس هنا معناها مراكز الفئات. يبقى انا بجيب الفرق بين اكس واكس بار. اكس اللي هي مراكز الفئات، طب فين اكس بار بقى؟ يبقى احنا محتاجين نجيب اكس بار برضه زي المره اللي فاتت في البيانات المفرده. اجيب اكس بار ازاي؟ خدناها المره اللي فاتت وهنقولها الدور ده اهو. هديك انا توزيع تكراري من الفئات والتكرارات اف. اول خطوه تجيب مراكز الفئات اكس. ايه مركز الفئه اكس ده؟ عباره عن بدايه الفئه زائد نهايه الفئه على 2. اول فئه بدايتها 40 ونهايتها، في نهايتها تقريبا بدايه الفئه الثانيه. يعني 40 زائد 50 على 2 يطلع 45. يبقى أول فئة مركزها 45. متى توصلت لأول مركز اللي هو 45 تأتي باقي المراكز بانتظام إني أضيف لها طول الفئة. الفئات ماشية إزاي؟ ماشية 40 50 60 70، كل مرة بتزيد كام؟ بتزيد 10، عادي اسمها طول الفئة. يبقى أجي على أول مركز بعد ما حسبته أضيف له بس طول الفئة اللي هي 10،
يبقى 55 65 75 85. دي خطوة مراكز الفئات اكس. عشان اجيب الوسط الحسابي اكس بار اعمل ايه؟ اضرب مراكز الفئات في التكرار اكس في اف او اف في اكس في 2 1، اضرب التكرار 2 في مركز الفئة 45 يطلع 90، اضرب 5 في 55 يطلع 275. يبقى انا بضرب التكرار في المركز اف في اكس واجيب المجموع الف 675، ده اسمه سميشن اف اكس اللي هجيب منه الوسط الحسابي من توزيع تكراري. يبقى اكس بار انا محتاج اكس بار عشان الام دي المين ديفيشن، محتاج في القانون اكس بار، يبقى لازم يبقى اكس بار مقدما. يبقى الاكس بار سميشن اف اكس تقسيم سميشن اف. لما ضربت في الاف في الاكس وجمعتها 1675 اهو ده اسمه سميشن اف اكس. لما اقسمه على سميشن اف اللي هي 25 يدينا الوسط الحسابي اكس بار 67. طبقا للقانون مين ديفيشن بيقول لي ايه؟ بيقول الاول هات الفرق بين اكس واكس بار، الفرق ده احمل الاشاره بتاعته. يبقى العمود قبل الاخير هجيب الفرق بين اكس واكس بار. ايه هي اكس؟ اللي هي مراكز الفئات اللي هي 45 و55 و65 وهكذا. كل مركز من دول هشيل منه اكس بار 67، يعني اقول 45 ناقص 67 ناتج الطرح اهمل الاشاره اسمه فرق مطلق يطلع 22، اقول 55 ناقص 67 اهمل الاشاره يطلع 12، اقول 65 ناقص 67 يطلع موجب هيطلع سالب 2 بس اهمل الاشاره وهكذا. ده اكس ناقص اكس بار. خد الفرق المطلق ده اهو اللي هو اكس ناقص اكس بار، الفرق المطلق ده اهو العمود ده، واضربه في التكرار اف. كل فرق مطلق ينضرب في التكرار المناظر ليه. يبقى اجيب اف مضروب اكس ناقص اكس بار، يعني اقول 2 في 22 يطلع العمود الاخير، اقول 5 في 12 يطلع 60، اقول 7 في 2 يطلع 14 وهكذا. يبقى اخر عمود اسمه اف مضروب في اكس ناقص اكس بار. لما اجمعه 236. المجموع ده عباره عن ايه؟ عباره عن سميشن مين؟ اف في اكس ناقص اكس بار كفرق مطلق اللي هو البسط بتاع الام دي. يبقى مين ديفيشن سميشن اف مضروبه في الفرق المطلق بين اكس ناقص اكس بار. البسط ده اللي هو العمود الاخير اللي هو 236 هقسمه على سميشن اف ب 25 يطلع ناتج 9.44. ده المين ديفيشن من بيانات مفرده من بيانات مبوبه. طب المقياس الثالث الاخير بقى اللي هو الاهم والادق اسمه التباين. والتباين بشتق منه مقياس ثاني اسمه الانحراف المعياري. يبقى في حاجه اسمها تباين والانحراف المعياري. الانحراف المعياري ده بجيبه من التباين. المهم الاول قبل ما نتكلم على التباين، الفرق بين الانحراف المتوسط والتباين، كانت المشكله الاصليه اللي عندي ان الفروق بين اكس واكس بار بعضها موجب وبعضها سالب، فكنت بهمل الاشاره. بهمل الايه؟ الاشاره، يعني بجيب الفرق المطلق. الفرق بين اكس واكس بار كان مره يطلع موجب ومره يطلع سالب، فكنت بحل المشكله دي ازاي بتاعت السالب والموجب؟ كنت بهمل الاشاره. خليها فروق مطلقه. طب والمقياس الاخير؟ قال لا ما تهملش الاشاره. ربعها. ربع الرقم بالاشاره بتاعته. يبقى لما ربع الناقص 2 تطلع موجب 4. لما ربع السالب 3 تطلع 9. اذا مشكله السالب والموجب اللي كانت عامله لنا مشكله في المقياس اللي فات ان بعضها سالب وبعضها موجب، المقياس التالت عامل فيها ايه؟ قال لا خلي الاشاره زي ما هي بس بدل ما تهملها طبعها الرقم باشارته.
وده المقياس الثاني الثالث. يبقى المقياس الثالث اللي هو التباين الانحراف المعياري. هجيب التباين والانحراف المعياري من بيانات مفردة. التباين رمزه اس تربيع. التباين كلمة تباين اشيلها واحط مكانها اس تربيع. طب اقيسه ازاي؟ قال لي سميشن بقى مش الفرق المطلق، ده سميشن مربع الفرق بين اكس واكس بار تقسيم ان. يبقى الاس تربيع بتساوي سميشن ايه؟ افتح قوس اكس ناقص اكس بار الكل تربيع، يعني بربع الفرق بقسم على ان اللي هو عددهم. ايه اكس هنا بقى؟ لما تكون بيانات مفرده اكس القيم اللي هو مدهاني، بالتالي لازم اجيب الاكس بار زي المقياس اللي فات. هناخد نفس المثال السابق، دي درجات عينه من الطلبه 12 و15 و18 و9 و21، دي بيانات مفرده مش بشكل توزيع تكراري. عايز التباين الانحراف المعياري، هعمل ايه؟ هسوي جدول، هاخد قيم اكس دي اللي هي 12 و15 و18 واحطها في شكل عمود اسمه عمود اكس. عشان اجيب التباين لازم اجيب اكس بار الاول. ايه اكس بار ده؟ ده الوسط الحسابي. هجيبه ازاي؟ الوسط الحسابي ده عباره عن مجموع قيم اكس على عددها. فقيم اكس عندي 12 و15 و18 و9 و21 مجموعهم كام؟ 75. ده سميشن اكس. لما اسمع العين يطلع الوسط الحسابي اللي خدناه الاسبوع اللي قبل اللي فات، يبقى اكس بار سميشن اكس تقسيم ان مجموع قيم اكس على عددها. يعني 75 على عددهم كام؟ عددهم كام قراءة دول؟ 5. يبقى 75 على 5 فيها الكام؟ فيها ال 15. زي ما عملنا في حرف المتوسط، عملنا ايه؟ جينا على كل قيمة من قيم اكس وشلنا منها 15. شلنا منها ايه؟ 15. فكان بيطلع فيه قيم موجبة قيم زي العمود اللي قدام منك ده، اكس ناقص اكس بار. 12 ناقص 15 يطلع 3، 15 ناقص 15 يطلع 0، 18 ناقص 5 يطلع موجب 3. هتلاحظ ان موجب قد السالب يطلع 0. ناقص 3 يروح مع ناقص 3 مع موجب 3 والسالب 6، يعني مجموع اكس ناقص اكس بار ده مجموع كام؟ 0. فالانحراف المتوسط عملت موضوع الصفر ده، عمل فيه ايه؟ قال انا ههمل الاشارات، ههمل السالب بتاع الثلاثة وهعمل السالب بتاع الستة واعتبرها كلها قيم موجبة اسمه الفرق المطلق. فكنت بسميها ايه؟ اهي بص كده اهو نفس المثال اهو. فكان الفروق دي بعضها موجب وبعضها سالب، فانا عملت ايه؟ اهملت الاشارة، خدت الفرق المطلق. ليه؟ لان لو ما كنتش خدت الفرق المطلق هتقعد القيم الموجبة قد القيم السالبة، يبقى المجموع يساوي ايه؟ صفر. اذا ما عنديش مقياس اشتغل عليه. فعمل ايه الراجل ده بقى؟ قال ناخد الفروق المطلقة، نهمل الاشارة. نهمل الايه؟ فلما اهملنا الاشارة بقت كلها موجبة، طلع للرقم 18. في المقياس بتاع التباين قال لا ما تهملش الاشارة. ما تهملش الاشارة، خلاها زي ما هي. بس اعمل ايه بقى؟ ربع المقدار نفسه. يبقى عشان اتغلب على اشارة السالب دي، عشان اتغلب على الناقص 3 والناقص 6، يقوم يعمل ايه؟ يربع القيم دي كلها، يربع الناقص 3 تطلع بصفر، يربع الصفر يطلع بصفر، يربع يربع العمود كله بقى، مش هيربع قيم وقيم تانية، لا هيربع العمود كله. يربع الناقص 6 يطلع 36، يربع ال 6 يطلع 36. طبعا لما ربع الناقص 3 بربع الناقص 3 كلها، الناقص مع ال 3 يطلع موجب 9. يبقى العمود الاخير اسمه سوميشن اكس ناقص اكس بار الكل تربيع. اكس ناقص اكس بار الكل ايه؟ تربيع.
ماشي يا ساده. العمود ده مجموعه كام؟ 90. يبقى الفاريانس او الاس تربيع او التباين سميشن، سميشن مين؟ سميشن اكس ناقص اكس بار لكل تربيع تقسيم ان. اكس ناقص اكس بار العمود اللي عندك ده اسمه اكس ناقص اكس بار، بس الاكس بار مش باين عندكم. العمود الاخير مكتوب اكس ناقص اكس، اللي هي اسمها اكس ناقص اكس بار. الشرط اللي فوق اكس اسمها بار، اسمها ايه؟ بار. فاكس ناقص اكس بار هي مش موجوده عندكم تقريبا، فلما تجمعه هيطلع 90. يبقى 90 على عددهم يطلع التباين هنا كام؟ 18. التباين رمزه اس تربيع طلع بكام؟ ب 18. لو خدنا جذر التباين، لو خدنا الجذر التربيعي للتباين يدي مقياس اخر اسمه الانحراف المعياري. طب هو بياخد الجذر التربيعي ليه؟ بيقول لك اصل انت في الاصل ربعت القيم عشان تجد قيمه، لان ما كنتش ربعت كان المجموع صفر. فانت حليت مشكله الصفر ازاي؟ انك ربعت القيم وجبت المقياس طلع ب 18. طب الحين بقى ارجع للاصل بقى قبل التربيع او نعمل ايه؟ اخد الجذر. يبقى التباين مع التربيع اسمه اس تربيع. طب لو قال لي هات الانحراف المعياري اخد جذره. الاس تربيع جذرها ايه؟ جذرها اس. طب وال 18 جذرها كام؟ جذرها 4 و24 من 100. يبقى التباين رمزه اس تربيع وقيمته 18. لو خدنا الجذر التربيعي اسمه انحراف معياري اس. اس دي جذر الاس تربيع، يعني جذر ال 18 يطلع 4 و24 من 100. يبقى الفرق بين المثال ده والمثال السابق ان في عندي فروق موجبه وفروق سالبه. المين ديفيشن عملت الفروق الموجبه والسالبه، اهمل الاشاره وجمع المقادير اللي عندي كلها. طب والتباين قال لا خلي الاشاره زي ما هي بس ربع المقدار كله على بعض. في بقى ملاحظه اخيره ومهمه جدا جدا جدا. قيم اكس اللي هي 12 و15 و18 و9 و21 لما اشيل من كل قيمه من قيم اكس اشيل منها اكس بار، يعني 12 ناقص 15 يساوي 3، 15 ناقص 15 يطلع 0، 18 ناقص 15 يطلع موجب 3، 9 ناقص 15 يطلع سالب 6، 21 ناقص 15 طلع موجب ايه؟ المجموع طلع كام؟ 0. دي معناها ايه بقى؟ دي احدى خصائص الوسط الحسابي. في خاصية مهمة جدا 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 في الوسط الحسابي. بتقول الخاصية دي؟ بتقول مجموع انحرافات او فروق قيم اكس عن وسطها الحسابي يساوي صفر. مجموع انحرافات او فروق، اتنين معنى واحد، مجموع انحرافات او فروق قيم اكس عن وسطها الحسابي المجموع ده يساوي ايه؟ صفر. يعني الفروق اللي بين قيم اكس ووسطها الحساب اكس بار، الفروق دي لو انت جمعتها، الانحرافات دي لو انت جمعتها لازم يطلع صفر. ادي عمود اكس ناقص اكس بار قيم اكس ناقص وسطها الحسابي، لما جمعت العمود ده طلع بكام؟ بصفر. الصفر ده عباره عن ايه؟ عباره عن مجموع اكس ناقص اكس بار. الصفر ده عباره عن مجموع مين؟ سميشن اكس ناقص اكس ايه بار. يبقى من خصائص الوسط الحسابي الهامه جدا ان مجموع
انحرافات او فروق. فروق مجموعة انحرافات او فروق قيم اكس عن وساطة الحسابي، المجموع ده يساوي ايه؟ يساوي صفر. يجي في الامتحان يقول لك مجموع انحرافات قيم اكس عن وساطة الحسابي هو، وفي اربع اجابات: واحد، سالب واحد، صفر، لا شيء مما سبق. اربع اجابات اهو. الاجابة الاولى واحد، الاجابة الثانية سالب واحد، الاجابة الثالثة صفر، الاجابة الرابعة لا شيء مما سبق. يبقى اي اجابة فيهم؟ الاجابة رقم ثلاثة اللي هي صفر. ده التباين، ومنه بجيب الانحراف المعياري، ومنه بجيب الانحراف الايه؟ المعياري. يعني لو كان التباين 9، لو التباين بيساوي 9 يبقى الانحراف المعياري كام؟ 3. لو التباين اس تربيع بيساوي 16 يبقى الانحراف المعياري يساوي كام؟ يساوي بازل ال 16، يطلع 4. نيجي بقى للنقطة الأخيرة عندنا، التباين والانحراف المعياري من توزيع تكراري. من توزيع تكراري هيكون نفس القانون اللي خدناه قبل كده بتاع بيانات مفردة، بس هزود اف بعد السميشن، هكتب اف وبدل الان هكتب اف اللي هو التكرار. يبقى التباين والانحراف المعياري بس من بيانات ايه؟ مبوبة. ايه القانون بتاعها؟ التباين اس تربيع بيساوي سميشن، سميشن مين؟ حاصل ضرب اف في مين؟ في اكس ناقص اكس بار الكل تربيع، تقسيم سميشن اف. التربيع هنا التربيع على الفرق اللي بين اكس واكس بار. طبعا اكس بار يعني ايه؟ يعني وسط حسابي. يبقى انا عشان اجيب التباين الاول لازم اجيب الوسط الحسابي. طب اكس هنا معناه في القانون، اكس هنا معناها مراكز الفئات. طب اف يعني ايه؟ يعني التكرار. فاف موجود عندك في الجدول. طب واكس لازم اجيب هنا اللي هي مركز الفئه. طب واكس بار الوسط الحسابي لازم اجيبه. فانا هديك عمود الفئات وعمود التكرار. يبقى اول خطوه اعملها ايه؟ اجيب الوسط الحسابي. اجيب الوسط مين؟ الحسابي. اجيب الوسط الحسابي ازاي؟ ان اول حاجه انا عاملها باللون الاحمر اهو، اول حاجه اجيب مراكز الفئات اكس واضرب الاف في الاكس زي المره اللي فاتت. اول فئه بدايتها 40 ونهايتها كام؟ 100، الفئه بعدها 50، يبقى مركزها كام؟ يبقى اول مركز 45. طب واللي بعده 55 65 لغايه 85. اخد الاكس ده اضربه في الاف، الاكس في الاف هي الاف في الاكس، 2 في 3 هي 3 في 2، يبقى هضرب الاف في الاكس، 2 في 45 ب 90، 5 في 55 ب 275، اضرب ال 7 في 65، اضرب ال 8 في 75 يطلع 600، اضرب 3 في 85 يطلع 255. ده عمود مين ده بقى؟ عمود اف اكس، عمود اف اكس اللي هجيب منه مين؟ اللي هجيب منه الوسط الحسابي. اجيبه ازاي؟ انا حافظ القانون المره اللي فاتت، اكس بار بيساوي سميشن اف اكس تقسيم سميشن اف. فين سميشن اف اكس؟ اللي هو مجموع عمود اف اكس اللي هو 1675. فين سميشن اف؟ اللي هو مجموع عمود اف اللي هو 25.
يبقى اقول 1675 تقسيم 25 يطلع 67، ده الاكس بار. هعمل ايه في الاكس بار دي؟ هطرحها من كل قيمة من قيم اكس، يبقى العمود اللي بعد كده هجيب اكس ناقص اكس بار. اكس ناقص اكس بار اكس بكام؟ الكلام ده قلناه قبل كده في المثال السابق. اكس بكام؟ ب 45. هتشيل منها كام؟ 67، هيطلع الباقي سالب 22. قلنا المره اللي فاتت اهو، بص كده اهو الجدول اهو، نفس البيانات. كنت بجيب اكس ناقص اكس بار 45 ناقص 67، 55 ناقص 67، 65 ناقص 67، بس كان بيطلع فيه قيم موجبه وقيم سالبه، كنت بعمل الاشاره. هنا بقى مش هيعمل الاشاره. 45 ناقص 67 يطلع سالب 22، سيبها زي ما هي بالسالب. 55 ناقص 67 يطلع ناقص 12، خليها زي ما هي. 65 ناقص 67 يبقى اكس بار يطلع سالب 2. 75 ناقص 67 يطلع موجب 18. اذا اكس ناقص اكس بار ده في مره قيم موجبه وقيم ايه؟ سالبه. زمان كان بيعمل الاشاره، هنا لا، هيخلي الاشاره زي ما هي. بس هيعمل ايه بقى؟ هيربع الفروق دي. هيربع الفروق دي. يبقى هيقول اكس ناقص اكس بار لكل تربيع. يعني هيربع السالب 22 على بعضها. يطلع موجب 4 8 4. هيربع السالب 12 على بعضها يطلع 144. هيربع السالب 2 يطلع موجب 4. هيربع ال 8 يطلع 64. هيربع ال 18 يطلع 324. يبقى عمود اكس ناقص اكس بار ده هو اللي فيه قيم موجبه وقيم سالبه. زمان كان بيهمل الاشاره وياخد الفرق المطلق مطلق يضربه في الاف. طب دلوقتي قال لا، خلي الاشاره زي ما هي بس هربعها، هي والرقم بتاعها. يبقى اكس ناقص اكس بار لكل تربيع. بعد ما ربعت العمود ده وطلع كل الموجب اضربه في الاف. اضربه في مين؟ في الاف. يعني 2 في 484 يطلع 968. الاف اللي هي 5 في 144 يطلع 720. السبعة في أربعة في 28. الثمانية في 64 في 512 وهكذا. يبقى العمود الأخير عبارة عن إيه؟ إف مضروب في مين؟ في إكس ناقص إكس بار لكل تربيع. أجمع العمود ده هو يطلع 3200. يبقى ال 3200 دي مجموع العمود اللي هو مجموع يبقى سمشن اكس في اكس ناقص اكس بار لكل تربيع، اللي هو البسط بتاع التباين. يبقى التباين اس تربيع سمشن اف في اكس ناقص اكس بار لكل تربيع تقسيم سمشن اف. البسط هنا اللي هو العمود الاخير 3200 على 25 يطلع 128. ده التباين. ده مين؟ التباين. طب لو كنا عايز الانحراف المعياري، خد جذر التباين. جذر اس تربيع اسمه اس، خد جذر 128 يطلع 11.31. يبقى الاس دي اللي هي 11 وشويه دي اسمها الانحراف الايه؟ المعيار. في بقى الوسط الحسابي كان ليه اربع خصائص، اللي بيتاثر بالجمع والطرح والضرب والقسمه. ده الوسط الحسابي. الوسط الحسابي يتأثر بالإيه؟ بالجمع والطرح والضرب والقسم، الأربع عمليات. طب والتباين لا يتأثر بالجمع والطرح. الجمع والطرح لا تؤثر في التباين. لكن بيتأثر مين؟ الضرب والقسمة. الضرب والقسمة بتؤثر في التباين. أما الجمع والطرح لا يؤثر في التباين. نشوف المثال ده.
الخاصية دي هقول لك في مثال بعد كده، هقول لك فين بقى. طب الأول نشوف ال طبعا حكاية الضرب والقسمة دي هدي عليها مثال بس كمان شوية. الأول بقى التباين اللي هو اس تربيع ومنه الانحراف المعياري اللي هو اس مع الاكس بار، يعني الاكس بار اللي هو الوسط الحسابي مع الانحراف المعياري اس، الاثنين دول بتشتق منهم بعض المقاييس الاضافية. يعني بمعلومية الاكس بار هي الوسط الحسابي وبمعلومية الانحراف المعياري اس، المقياسين اللي احنا خدناهم دول، المقياسين دول اقدر اشتق منهم مقاييس اضافيه. من هذه المقاييس اتنين هنكتفي بيهم ومهمين جدا. في مقياس اسمه الدرجه المعياريه زد، في مقياس اسمه الدرجه المعياريه زد، والدرجه المعياريه زد دي ان شاء الله ذكر لنا عمر ونصيب، واشوفكم السنه الجايه هنقولها السنه الجايه في المستوى الثاني. في مقياس تاني اسمه معامل الاختلاف النسبي. يبقى في مقياسين جداد النهارده، حاجه اسمها الدرجه المعياريه زد، الدرجه المعياريه ورمزها زد، وحاجه اسمها معامل الاختلاف النسبي ورمزه سي في كوفيشنت اوف فاريشن. طبعا استخداماتهم ايه انا مش عايز اطول عليكم فيها، دي موجوده بالتفصيل في المحاضرات المسجله للدكتور عبد الكريم السعيد. الدرجة المعيارية زد عبارة عن ايه؟ قدام منك القانون اهو، اكس ناقص اكس بار تقسيم اس. اكس بار ده الوسط الحسابي واس ده الانحراف المعياري. طب فين اكس؟ دي الدرجة الأصلية، قيمة اكس الأصلية اللي أنا بديها لك. طب معامل الاختلاف سي في ده عبارة عن اس تقسيم اس بار اكس بار، يعني اقسم الانحراف المعياري على الوسط الحسابي واضرب في 100. يعني ايه الكلام ده؟ شوف المثال ده بيقول اذا كان الوسط الحسابي لدرجات الطلاب 80 درجه. وسط حسابي يعني ايه؟ يعني اكس بار، يبقى الاكس بار هنا ب 80. بانحراف معياري، انحراف معياري يعني بالرموز، يعني اس، يبقى هنا مديك اكس بار ب 80، مديك اس انحراف معياري ب 10. فاذا حصل احد الطلبه على 90، يعني الطالب الدرجه بتاعته الاصليه 90، يعني اكس ب 90، عايز الدرجه المعياريه زد المقابله لهذه درجه الطالب. يعني الدرجه 90 دي بتاعه الطالب لما احولها لدرجه معياريه يبقى شكلها ايه؟ قانون الدرجه المعياريه زد يقول لي اكس ناقص اكس بار تقسيم اس. اكس بار يعني ايه؟ وسط حسابي. اس يعني ايه؟ انحراف معياري. اهو قال لك وسط حسابي 80 يعني معناها اكس بار، انحراف معياري 10 يعني معناها اس. يبقى اكيد الرقم اللي في المساله لسه ما استخدمتوش اللي هو 90 ده، هو هيبقى عباره عن مين؟ عباره عن اكس. وسط حسابي يعني اكس بار 80، انحراف معياري يعني اس ب 10. يبقى انا كده عرفت الاكس بار والاس. فاضل مين؟ اكس اللي موجود عندي ما استخدمتوش لسه، مين؟ ال 90، يبقى هي دي اسمها اكس. يبقى الدرجه المعياريه زد اكس ناقص اكس بار تقسيم اس، 90 ناقص 80 على 10 يطلع بواحد. يبقى الدرجه المعياريه هنا زد تطلع بكام؟ بواحد. طب عايز معامل الاختلاف النسبي. معامل الاختلاف اسمه سي في، احسبه ازاي؟ قال لي اقسم الاس على الاكس بار واضرب ناتج في 100. يعني اقول 10 تقسيم 80 خارج الاسم اضربه في 100 يطلع 12.5%. ده معامل الاختلاف او معامل الاختلاف النسبي. طبعا في الامتحان لازم يجي لك سؤال على الدرجه المعياريه وسؤال على معامل الاختلاف النسبي، لازم يجي السؤال ازاي؟ بنفس المثال ده، هديك اكس بار وهديك اس وهديك اكس.
شوف المثال الاخير ده بيقول ايه بقى؟ بيقول اجري اختبارا في الاحصاء على عينتين من الطلبة والطالبات، عملنا اختبار موحد على عينتين من الطلبة والطالبات وحصلنا على النتائج التالية: في عينة الطلبة كان متوسط الدرجات 75 بانحراف معياري 5. متوسط درجات يعني ايه؟ يعني اكس بار. انحراف معياري يعني ايه؟ يعني اس. وفي عينة الطالبات كان المتوسط 80 والانحراف المعياري كام؟ 8. يقول لي ايه؟ مستخدما معامل الاختلاف النسبي، حدد اي العينتين اكثر تجانسا. تجانسا يعني ايه؟ يعني قريبين من بعض او اقل تشتتا. اقل ايه؟ تشتتا. هجيب معامل الاختلاف للطلبة واجيب معامل الاختلاف للطالبات. اختلاف يعني ايه؟ يعني تشتت. ما معنى الاختلاف؟ التشتت والتباعد. فانا هجيب معامل الاختلاف للطلبة ازاي؟ اس على اكس بار في مين. بالنسبة للطلبة كانت الاكس بار 75 والاس 5، يبقى 5 على 75 ضرب 100 يطلع 6.6 من 10 او 6.67%. ده معامل الاختلاف بتاع مين؟ ده بتاع الطلبة. هات معامل الاختلاف بتاع الطالبات، اس على اكس بار في مين. بالنسبة للطالبات كان المتوسط 80 والانحراف المعياري 8، يبقى اقول 8 تقسيم 80 ضرب 100 يطلع كام في المية؟ 10%. اختلاف يعني تشتت. مين اللي اختلافه اقل؟ مين اللي الاختلاف بتاعه اقل؟ الطلبة ولا الطالبات؟ الطلبة 6.6 من 10 والطالبات 10، مين اللي اقل؟ الطلبة. يبقى معامل الاختلاف للطلبة أقل من الطالبات. يبقى معامل الاختلاف بالنسبة للطلبة هو الأقل تشتتا بالنسبة للإيه؟ عن الطالبات. هنا في مجموعة من التمارين، فاضل 6 دقايق. هشوف معاكم السؤال رقم 25 ده. بيقول إذا كان الوسط الحسابي لدرجات الطلاب في الإحصاء 60، يعني متوسط الدرجات 60 والتباين 4، تباين يعني قسط تربيع، تباين 4، يبقى الوسط الحسابي 60 والتباين كام؟ 4. بيقول لي احسب الوسط الحسابي الجديد والتباين الجديد بعد اجراء العمليات الحسابية التالية. يعني لما اجي اضيف لكل طالب 5 درجات، لما اجي اضيف لكل طالب كام درجة؟ 5. يا ترى المتوسط الجديد شكله ايه والتباين الجديد شكله ايه؟ التباين الاصلي كان 60، اسف، المتوسط الاصلي كان 60. طب لما زود كل طالب 5 درجات يبقى المتوسط الجديد كام؟ 60 زائد 5 يطلع 65. طب والتباين يظل كما هو 4. التباين لا يتأثر بالإضافة أو الطرح. يبقى لما أضيف 5 درجات يبقى المتوسط الجديد 60 زائد 5 يعني 65 والتباين كما هو 4. طب المطلوب رقم 3، طرح 3 درجات، هاجي على كل طالب واشيل منه 3 درجات، يبقى المتوسط الجديد والتباين الجديد شكله ايه؟ المتوسط الجديد هيتأثر بالطرح، دي ناقص 3 يبقى 60 ناقص 3 يبقى 57. طب والتباين كما هو 4. يبقى الوسط الحسابي بالإضافة يزيد وبالطرح يقل. طب والتباين لا يزيد بالإضافة ولا ينقص بالطرح. التباين لا يتغير بالإضافة أو الطرح.
نيجي بقى المطلوب رقم 2، ضرب درجة كل طالب في 2، يعني هي كده على كل طالب واضرب الدرجة بتاعته الأصلية في الكراسة اضربها في 2. الوسط الحسابي قبل عملية الضرب، الوسط الأصلي كان 60، يا ترى لما اضرب كل درجة في 2 يبقى المتوسط الجديد كام؟ برضه ينضرب في 2 يطلع 60، في 2 يطلع 120. يبقى الوسط الحسابي بعد عملية الضرب يتغير برضه، يبقى 60 في 2 يبقى بكام؟ ب 120. طب والتباين الجديد؟ هنا بقى التباين يتأثر بالضرب، التباين يتأثر بالضرب والقسمة. التباين القديم كان 4، طب لما اضرب في 2 يبقى التباين ده شكله ايه؟ يبقى التباين القديم 4 في مربع الرقم اللي انا ضربت فيه. التباين القديم كام؟ 4. طب والجديد؟ هيبقى 4 في مربع الرقم اللي ضربت فيه اللي هو 2، يبقى 4 في 2 تربيع 4، لان في التباين بربع كميات. يبقى التباين الجديد عباره عن ايه؟ 4 اللي هو القديم في 2 تربيع، يعني 4 فرق يطلع ب 16. يبقى في المطلوب رقم 2 الوسط الحسابي الجديد 60 في 2 ب 120، طب والتباين الجديد هيساوي 4 في 2 تربيع ب 16. المطلوب الأخير قسم درجة كل طالب على 4، المتوسط جيت شكله إيه؟ هيودوا 60 على 4، المتوسط الجديد هيبقى 60 على 4 يطلع ب 15. طب والتباين الجديد عبارة عن التباين القديم مقسوما على مربع الأربعة اللي أنا قسمت عليها. التباين الجديد عبارة عن إيه؟ التباين القديم اللي هو 4 على مين؟ على مربع الرقم اللي قسمت عليه اللي 4 تربيع، يعني 4 على 16 يطلع بربع. ده اللي عايز اقوله النهارده. اذا كنت جريت شويه فممكن المره الجايه ان شاء الله نقولها مره تانيه. قبل ما افتح الشات عشان اعرف اذا كنت بجري ولا لا، دقيقة واحدة بس لما اوصل لبداية السطر، هو فاضل دقيقة عموما. يعني النبي يا جماعة اللي يخش على الشات يخش، يعني اذا كان ايه محتاج يسأل حاجة ضرورية، بس الاول تقولوا لي كده بسرعة اذا كان اللي انا قلته ده مفهوم النهاردة ولا في مشكلة. دقيقة واحدة بس يا سادة لما أوصل لأول طالب، لما أوصل لبداية الشاب، ثواني. دقيقة واحدة يا سادة تقولولي إذا كان اللي أنا قلته النهاردة مفهوم ولا لأ. فتحت الشات ده أهو، حد يرد عليا بسرعة يا جماعة. موضوع النهاردة واضح ولا كنت بجري؟ حد يا جماعة يرد عليا كده، مفهوم؟ لأ؟ يا ريت حضرات قبل ما تيجوا تشوفوا المحاضرات المسجلة. بالنسبة لخصائص الوسط الحسابي، إذا كان الوسط القديم الوسط الأصلي 60 والتباين 4، الوسط الأصلي 60 والتباين 4. طيب الوسط الحسابي بيتأثر بالجمع والطرح والضرب والقسمة، إن أضفنا يزيد وإن طرحنا ينقص وإن ضربنا نضرب في المعامل والأسم نقسم. التباين بقى، التباين لا يتأثر بالجمع والطرح، يتأثر بالضرب والقسمة فقط.
يعني إذا كان التباين الأصلي أربعة، التباين الأصلي أربعة، وأنا قسمت على ثلاثة، وأنا قسمت على كام؟ ثلاثة، يبقى التباين الجديد شكله إيه؟ التباين القديم على مربع الثلاثة، يعني أربعة على ثلاثة تربيع. مرة تانية، إذا كان التباين الأصلي أربعة، وجيت قسمت درجة كل طالب على ثلاثة، يبقى التباين الجديد شكله إيه؟ التباين الجديد يساوي التباين القديم على مربع الثلاثة، يعني أربعة على ثلاثة تربيع، يعني أربعة على تسعة. طب لو هضرب في ثلاثة، يبقى التباين الجديد عبارة عن إيه؟ التباين القديم في مربع الثلاثة، يعني أربعة في ثلاثة تربيع. افرض إن التباين القديم الأصل أربعة، وأنا ضربت في خمسة، التباين الأصلي أربعة، وأنا ضربت في خمسة، يبقى التباين بعد الضرب شكله إيه؟ هيساوي التباين القديم في مربع الخمسة، يعني أربعة في خمسة تربيع. طب وافرض قسمت على خمسة، يبقى التباين دي شكله إيه؟ أقول التباين القديم اللي هو أربعة على مربع الخمسة، يعني أربعة على خمسة تربيع، يعني أربعة على 25. أشوفكم إن شاء الله الأسبوع بعد الأجازة بقى إن شاء الله، كل سنة وانتم طيبين، ونكمل بعد الأجازة إن شاء الله.